GFX Academy. اتكلم على التكست لي اوت فريم ورك. بضغط على التكست وبروح بختار تاني حاجة في القائمة بتاعتنا، او هنا اول حاجة يعني تاني حاجة في كلامنا، وهي تي ال اف تكست او تكست لي اوت فريم ورك. يعني ايه تكست لي اوت فريم ورك؟ يعني ان الجماعه بتوع ادوبي المبرمجين هم شغالين على السي بلس بلس مثلا، او لغه السي بتاعتهم، هم بيعملوا البرنامج، عملوا برمجه جديده خالص خاصه بالتكست، وهي اللي بتسبورت لحاجات كتير جدا جدا هنشوفها دلوقتي. وانت داخل التكست لاي اوت فريم ورك بيدي لك برضو 3 اختيارات، هم اللي هناك بالظبط بس باسماء تانية. read only، تعال هنا نعمل تكست، هكتب مثلا hello world this is a test. اوكي، كلمة زي دي اختار اللون بتاعها هيكون بالابيض، ضغط ال اوكي. طيب انا بختار الحاجه دي، طبعا عارف ان انا بعملها دراج وبعمل اللي انا عايزه فيها. يبقى هنا الريد اونلي دي ريد اونلي كده لان انا مختار ريد اونلي. لو عملت تيست بالكنترول انتر هيديني الويب سايت بتاعي عادي جدا، مفيش اي مشكله. انا بمسك اهو الماوس ريد اونلي اهو، مفيش اي حاجه لو اختار حاجه ولا اعمل حاجه. طيب تعال نختار من هنا سيلكتابل. سيلكتابل ازاي بقى؟ هنا في اختلاف خفيف قوي. تعال نعمل تيست تاني، بص لي بقى كده، تعال اروح على التكست بص لي. اه طب ما هي بتاعت الانبوت. لا بس هنا في فرق، هنا ممكن تعمل ايه؟ كليك يمين كوبي، خد بالك من دي، او دبل كليك دبل كليك كده بتروح على الكلمه تختارها، يبقى كانك شغال في بيئه ايه؟ ويب سايت عادي. اوكي كده، يبقى سيلكت اول تروح جايب كوبي، تمام. يبقى ده امكانيه ايه اللي انت سيلكتابل اللي انت تختار. جميل. الثالثه اديتابل. اديتابل يعني ايه؟ يعني هي انبوت اللي فاتت اهو، بص بقى هنا كده. اه ده انت والله ممكن تمسح ده خالص وتكتب بقى اللي انت عايزه، يبقى اللي هي editable اللي هي زي input بالظبط. طبعا الرسالة دي بقول لك use device fonts لان الفونت ده ممكن ما يكونش على كله، او اعمل له embed، وهنعرف ازاي الانبوت وايه هي بالتفصيل الممل. يبقى انا عرفت كده، هختار read only، ونفس الحكاية هتقول له horizontal ولا vertical، عايزه كده ولا كده، ماشي يبقى horizontal. البوزيشن، بوزيشن فين؟ هو فين من الاستيج بتاعي؟ فين؟ ادي الاكس وادي الواي وادي الويدث بتاعه والهايت. بص هنا بقى، هناك الهايت كانت مقفوله، هنا مفتوحه. ليه؟ تكس فريم ورك عالج حاجات كتير. شايف؟ شايف دي؟ بص السهم لما بتروح على المربع ده، والمربع ده ظهره ازاي؟ لما بتروح على المربع ده السهم بيسود كده بيتقص، لو عملت ضغطت عليها ورحت على حاجه تانية بتعمل لك علاقه بين التكست ده والتكست ده، وهنعرف بالتفصيل الموضوع ده بس في وقته. طيب جميل، يبقى انا فهمت كده. طبعا بفك دي لو انا عايز اعمل الويدث بس او الهايت بس، ولو عايزهم ليهم علاقه ببعض بقفل دي السلسله دي، الاقي الويدث مع الهايتس بيتغير. 3D position and، طبعا دي خلاص احنا اتكلمنا فيها في ال 3D، ادوات ال 3D مش هنتكلم فيها خالص في التكست، انا بس حبيت انوه على البوزيشن. خليني بقى اخش على الادوات بتاعه التكست فريم. شايف بقى ده كل ده؟ شايف لغايه هنا كده؟ ده وده وده في بلاوي جوه. تعال نشوف البلاوي دي. عندك طبعا النوع الخط ده معروف خلاص مش هنتكلم فيه تاني، طبعا الستايل خلاص مفهوم ومعروف. جميل.
طيب هنا في الكاركتر هنقول له عندي 3 حاجات بالظبط نفس الكلاسيك تكست يوز ديفايس فونتس، لما بحط فونت وعايزه يقرا الفونتات اللي على الجهاز اللي بيتعرض فيه الويب سايت ده، ده اتكلمنا فيه قبل كده في الكلاسيك تكست. الريدابيليتي دي علشان تناسب الكتابة بالحروف الصغيرة او بالمقاس الصغير، ده كام؟ 15، يناسبه قوي ده لما تيجي تعمل عرض على الويب سايت. لما تيجي تعمل انيميشن، يعني الكتابة دي بتختفي مثلا تيجي كده من اليمين او من الشمال تيجي في النص، اوكي، تعمل له انيميشن ليه؟ بيعالجهولك احسن داخل الفلاش وداخل الانيميشن، ما بيعملش معاك مشاكل. غير ان الانيميشن كمان الخاصية بتاعتها انها بتنفع قوي للخطوط الكبيرة، يبقى دي تنفع الخطوط الصغيرة اللي هي readability، الانيميشن بتنفع الخطوط الكبيرة والانيميشن مش هنتكلم في دي كتير. في حاجة اسمها leading هنا، في حاجة اسمها tracking، تعال نشوف الموضوع ايه. التراكنج هنا بيديني المساحة بين الحروف، شايف؟ أنا هعمل تراكنج هنا، مساحة بين الحروف وبعضها، جميل. طيب الليدنج زي ما انا شفت عملت ايه، بتعمل لي المسافة بين السطور وبعضها، يعني انا عايز اعمل مثلا كذا سطر تحت بعضه، اعمل الفيلد بتاعي كده دبل كليك عشان اخش جوه. خد بقى، شفت المسافة دي بيجيبها لك بالبيكسل، دي برضو خاصية مميزة في ال CS 5.5 اللي هو اللي احنا شغالين عليه ده دلوقتي. هعمل كده، انا عايز اخد المسافة الصغيرة دي كمان اهي اهو، كمان جميل. عملت كذا سطر بالشكل ده، يبقى الليدنج اروح جاي مزود في الليدنج شوية بيفرد لي السطور، يبقى المسافة بين السطور، والتراكنج المسافة بين ايه؟ الحروف نفسها. اوكي، بالنسبة لهنا هيكون التراكنج دي مش اكتر من 10، يعني 15 20 ماشي اوكي على حسب التكست فيلد بتاعي، جميل. خلاص الاوتو كيرنل قلنا ده بيظبط شوية، بيعمل تنسيق اوتوماتيك للتكست بتاعي او الباراجراف بتاعي. الروتيشن، عندك الروتيشن هنا طبعا اللي هي التدوير، بيدور لك الشكل. لو عندك هنا مثلا انت عامل حاجة زي كده، بص انا اخترت تكست وبعدين رحت عامل له روتيشن كام، زاوية كام، 270، اوكي، راح عامل لك بالشكل ده. دي هي دي كان اسمها ايه، هالو، اوكي، فهو قلبها لك كده. انا نفسي مش عارف اترجمها يعني. فهو انت فهمت بقى الروتيشن بقى عامل ازاي، او تختار حاجة مثلا كاملة، يعني جملة كاملة مثلا، وتقول له ان شاء الله بظهالي، بروح جاي ان شاء الله بظهالك كده، جميل. طيب ايه بقى الموضوع ده؟ طب تعالى كده دوس على اندرلاين، الله ده خلى لي الاندرلاين كله على الباراجراف كله. طب شيل، طب انا حاطط اسعار في الويب سايت بتاعي، لما اجي في مرحله انا بعملها ان شاء الله ان ازاي تربح من الانترنت، يبقى كورس الفلاش وربح من الانترنت زي ما اسم الكورس موجود. ففي مرحله اسمها ازاي تربح بقى من الانترنت، انت بتعمل ويب سايت، اتعلمت برنامج الفلاش وتعلمت ازاي تعمل ويب سايت، عايز بقى تربح من الانترنت، يعني تعمل ويب سايت وخلاص،
هتعرض فيه ايه يعني. المواقع الفلاش بالذات لها رونق خاص جميل وليها طابع خاص، لازم لما تيجي تعمل ويب سايت تربح منه وانت قاعد في البيت، كلنا عايزين كده. فهمك ازاي تعمل الربح من الانترنت. فقبل لما تيجي تحط اسعار، مثلا اقول لك مثلا والله انا عارض الكورس ده ب20 دولار. طبعا هو مش 20 دولار، يعني اكتر من كده بكتير، عشان بس في ناس يعني اشطب على السعر ده وخليه باللون الاحمر. يبقى انا عملت ايه؟ عملت حاجه زي كده. اوكي، عملت مثلا جيت على this is a test وخليتها دي زي الجذر. شفت انت علامه الجذر التكعيبي والتربيعي بتبقى فين؟ فوق كده شويه، هتبقى كده فوق كانها صغيره شويه. ممكن تعملها تحت، شايف الفرق؟ اوكي، يبقى ده تبع ده وده تبع ده، اهو بلون واحد، يبقى ده تابع لده، وخلي ده باللون المميز ده، وخليني ده باللون مميز تاني خالص عشان افصل بين ده وده، اشوف الفرق كده. اوكي، يبقى دي الجملة خليها لك فوق، يبقى دي الماستر بتاعها ودي الفوق سبتايتل، ودي التايتل ماستر ودي السبتايتل تحت. اوكي، مفيش مشاكل من الكلام ده، كله سهل او انت كله. طيب ادفانسد، عايز اعمل لينك. انا اسمع، كنا نسمع زمان عشان نعمل لينك على الويب سايت لازم نكتب سطر كود كده او سطرين داخل اكشن سكريبت 2 او 3 عشان يوديني اليو ار ال او موقع معين. فانا دلوقتي حل المشكله دي، هكتب له هنا جي اف اكس اكاديمي دوت نت. جميل، عايز بقى اخلي ده، هي مالها بعيدة عن بعضها كده ليه؟ طيب شكلها مش مريحني. ده من الخط، نوع الخط. يبقى انا جيت كده ورحت جاي حاطط دي كده، ورحت جاي والله اللينك بتاعها HTTP، اكتب اللينك كامل سلاش سلاش www.gfxacademy.net، انتر. بيقول لك والله التارجت بتاعك ايه؟ ايه التارجت ده؟ التارجت ده طالما انت بقى شغال ويبات لازم تبقى فاهم الموضوع ده بالظبط. اللينك دايما بيبقى معاه تارجت. التارجت ايه؟ اللي هو بيفتحها لك فين؟ في سيلف، في نفس البراوزر، يعني بيقعد يروح عامل اعاده تحميل كده ويجي يظهر لك الصفحه بتاعتي او الموقع بتاعنا جي اف اكس اكاديمي دوت نت، ولا بيفتحه لك في تاب جديد، ولا في ويندو جديده، ولا البير، ولا ايه بالظبط؟ البير انت والتوب دول ما فيهمش فرق بين السيلف قوي، يعني دايما الكلام بيبقى في السيلف والبلانك. السيلف في نفس البراوزر، البلانك في براوزر تاني او في تاب تاني، يعني يفتحه لك في ويندو تانية يعني. فانا دايما مثلا عشان ما اضيعش الويب سايت بتاعي وما يحملش ويسيب خالص الويب سايت بتاعي ويخش على جي اف اكس اكاديمي، بروح جاي قايل له اديني بلانك، يفتح لي براوزر تاني ويخش هو زي ما هو عايز. اوكي، تعالى بقى اعمل تيست الموفي ونجرب الموضوع ده. كنترول انتر، بلاقي في لينك في ايد، تبدوس دخل، ده فتح لي الموقع. يبقى انا كده صح. اوكي، يبقى فتح لي الموقع بالشكل ده واتاكدت من الموضوع. ممكن اغير اللينك بلون تاني كاركتر واقول له اديهولي باللون ده. تمام، دلوقتي انا مش عايز اي حاجه من دي. لما بديهولي بلون تاني راح اعمل لي عليه ايه؟ كتب عليه ميكسد. يعني ايه؟ يعني انا شايف انا مختار ده كله ففي حاجه في النص واخده لون وبتاع، فبيقول لي ميكسد. ممكن اعمل ده كله، الباراجراف ده كله بلينك. اوكي، لينك تاني http نقطتين سلاش سلاش www.gfxacademy.net.
انتر، خلي لي دي بلانك، اعمل تيست الموفي، يبقى كده خليت ايه التكست ده كله لينك، ودي لينك جواه برضو، يبقى بدوس بضغط ضغطة بيفتحها برضو الموقع، يبقى انا ماشي صح. اوكي طيب، عايز بقى اشيل اللينكات واشيل الحاجات دي او ممكن اسيبها. عندك الديفولت كيس، ديفولت ديجيتال كيس، ديجيت ويتس، في شوية حاجات كده، تعال نشوفهم. حاجات يعني بديك اوبشن زياده او امكانيات زياده في التكست. طبعا الكلام ده مش كان ما كانش موجود خالص قبل السي اس 5، الكلام ده كله من بدايه السي اس 5 بدأ يخش. ابر كيس، طبعا ابر كيس مش معقوله هتتعلم على الباراجراف كله، انت بتحدد مثلا على كلمه وورد دي مثلا وتقول له ابر كيس، بيخليها لك ايه ابر كيس، يعني يعني حروف كبيره كابيتال كلها. طيب اللور كيس هي سمول كلها، هي اول حرف كابيتال والباقي سمول، فخلها لك كلها سمول او كابس تو سمول كابس. طب تعالى ندوس عليها، يبقى زي ما احنا عاملين كابس، يعني الكابس لوك فيه مفتاح او زرار اسمه الكابس لوك، لو جيت تضغط عليه وتجي تكتب اي زرار على الكيبورد بتلاقيه كابيتال، وانت ضغط عليه بتدوس على زرار بتلاقي كابيتال، فبقول لك هنا كابس تو سمول كابس، يعني بقول لك كابس هنا بدايه بدايه الكابس وبعدين بيمشي، او العكس، او مين لور كيس تو سمول، يعني قلبها لك بالشكل ده. المهم كل دي امكانيات، بس مجرد ان انت بتتحكم في التكست بتاعك اسهل بكتير، يعني اكتب ومالكش دعوه هعدل في الاخر. هنا في حاجة اسمها الديجيت كيس، بقول لك لايننج ولا اولد ستايل. طب تعال نشوف على الباراجراف كله ونشوف هنعمل ايه. لايننج مفيش، يعني عندك الديجيت ويتس في حاجة اسمها اتنين، في تابولار و بروبوريشنال. اوكي دي طريقة عرض كل حرف الويتس بتاعه، وانت مش هتحتاجها يعني، يعني شوف حتى هخليني مثلا اختار حرف واحد، يعني هي مش مؤثرة معايا اوي. اوكي طب في حاجة اسمها الكومون والمينيمم والكلام ده كله، تعالى نختار حاجة كده برضو مش هتحتاجها. حتى لو اخترت الباراجراف كله، اخترت اي حاجة من دول ليهم وظائف، بس وظائف بتبقى متعلقة شوية بالتنسيق العام مع الاكش سكريبت. بريك اول طريقة بقى الكتابة، اني اوتو بقول لك ده طريقة تنظيم، يعني مثلا هنا جات لك الكلمة هنا ما تلاقيهاش نص كلمة وتكمل، لا ده هي لازم تكمل كلمة واحدة، حتى لو لقى نفسه ما قدرش يكمل كلمة ورد اللي بعدها بيروح جاي واخد من نص الأول السطر. فأنا بقول له هنا بريك أوتو، أوتو دي يعني اعمل لي أوتو فيكس للكلام بتاع الباراجراف ده، قول طبعا قول ملهاش معنى معاه. اني بص هنا اني ما رعاش بقى انك في كلمة، لا خلاص هو ماشي على طول، المهم يحازي او يساوي بين الخط ده. عندك نو بريك طبعا هي اوتو، هي احسن حاجة هي ومين وساعات، اني ساعات بنستخدمها شوية في العربي. البي تي انت بتشتغل بالبيكسل ولا في المية؟ لا انا بشتغل في المية، خليها كده على طول بيز لاين شيفت. بص لما اعمل كده انت فين من مساحة الايه التكست فيلد بتاعتك، يبقى زيرو. اللوكال بتاعك بقى الكتابة بتاعتك ايه، دي طبعا انجليش يعني مش شمال اليمين،
ولو جيت عملت اي لغة تانية هي من الشمال لليمين برضو ما بتفرقش خلاص. انما لو هتعمل عربي بيفرق شوية في الريندر او في لما تيجي تعمل تيست للموفي بيعمل لك ساعات بيعمل لك مشاكل لو انت حاطط كمان نوع خط عربي وعملته انجليزي. طيب يبقى عرفنا المنطقة دي ادفانسد كاركتر. خلاص نخش على الباراجراف. تنسيق الباراجراف ايه؟ الالاين والالاينمنت خدناها تمام. ايه بقى المحاذاة؟ الكلام مع التكست فيلد. يبقى قال لك في النص ولا على اليمين؟ تبدأ من اليمين للشمال ولا دي؟ وسع لي خد لي المساحة، انا بحب اعمل دي دايما، ولا دي خليها لي في النص افرد، ولا افردها على اليمين، ولا افردها ايه على كله. شايف هنا السطر فيه كلام صغير شوية، اقل عدد من الكلمات اللي فوق، فراح جاي واخد لك هو يوسع لك بقى على التكست فيلد، ماليش دعوة بأي كلام. فأنا دايما بعمل دي مثلا لو بكتب إنجليزي، بحيث أنا أفتح شوية وأساوي بين كل التكست فيلد بتاعتي. هنا كده هيبان قوي لما أجي أعمل تيست، وشكله جميل الكلام. بختار، تعالى بقى في المارجن، ايه المارجن وايه البادنج؟ الكلام ده كله في السي اس اس. لو انت تسمع عن حاجه اسمها لغه السي اس اس، هي لغه تنسيق للمواقع، عباره عن اكواد بنسق بيها الاماكن بتاعه الحاجات بتاعتي والمكونات بتاعه الموقع من صور وكلام وفيديوهات وكل حاجه. في حاجه اسمها مارجن، في حاجه اسمها بادنج. المارجن تعالى كده بقول لك ايه، بص هنا، بص العلامه، سهم وبعدين خط وبعدين الكلام. طب تعالى كده نلعب فيه شويه. بص انا رايح على اليمين، الله، يعني المارجن ده المسافة بين الخط الازرق اللي على الشمال والمسافة دي والكلام، بيعمل لك شوية ايه مسافة. نرجع تاني للزيرو. العكس هيشتغل لك منين؟ عامل لك مسافة هناك على اليمين زيرو اندنت. تعالى بقى كده، بيعمل لي ايه مسافة في اول سطر، وده الصح. لو تكتب انجليزي يبقى كده بداية الباراجراف بتاعك لازم يبقى مش من اول كده، بيبقى من شوية، بتسيب مسافة وبعدين تكمل، بعدين السطر اللي بعديه بيبدأ من اول بقى باراجراف عادي خالص. طيب سبيسنج، تعالى وريني السبيسنج. المفروض انه بيعمل مسافات، مش عامل. تعالى الناحية التانية، مش عامل. طيب يبقى بقى خلاص هنا الباراجراف، وهنخش على الكونتينر اند فلو. زي ما انا شايف التكست فيلد ده بتاعي فيه ما فيهوش خط واحد، فيه مالتي لاين، يعني مالتي لاين يعني كذا خط او كذا سطر، يعني باراجراف في كذا سطر. لو انا كاتب سطر واحد كان هيختار لي اوتوماتيك لوحده، او انا اختار له السنجل لاين. اخترت السنجل لاين طير لي كل الباراجراف وما ظهر ليش الا واحد بس، انا عامل مالتي. جميل، او مالتي نو ورب، يعني اديهولي مالتي بس ما فيهوش يعني سكيل. ماكس كاركتر بقول لك انت فين من المساحه بتاعتك، اوسع دي شويه. انت فوق، تبدا من فوق ولا بتبدا من النص ولا بتبدا من تحت، ولا هتوزع كله على المساحة بتاعتك؟ جميل، يبقى دي نقطة جميلة، كأنك شغال في وورد يمكن أكتر. الكولم أنت هتختار هتعمل إيه. المفروض إن الباراجراف ده أو مساحة العمل التكست فيلد دي النص بتاعها ده، فبقول لك أنت شغال على كولم واحد، يعني كل ده عمود واحد. ممكن تشتغل على اتنين، اكتب له اتنين كده، قسم لك تلاتة، مش هقول لك لا، خمسة يا سيدي اعمل 10، مش هقول لك لا، يبقى اتنين مثلا. اوكي، تعال هنا، ايه ده؟ specify the width of column. تعال نشوف كده،
ما لعب فيش. ده بيظبط لي الحجم بتاع الكولم بتاعي، المسافات بينهم وبين بعض والحجم اهو. اوكي، حاجة زي كده هخليه كده. مثلا البادنج كنت لسه بقول عليها، تعال نشوف البادنج. حرك، تعال على اليمين، شد على اليمين، يبقى عمل لي مساحة فين؟ على اليمين زيرو. تعال على الرايت، كان عامل لي مساحة على الليفت، دلوقتي على الرايت. جميل، زيرو. التي ايه بقى التي دي؟ تعالى كده سبيسنج توب، يعني هيروح عامل لي ايه؟ مسافة من فوق، وسع شوية، مسافة من فوق. جميل. طيب زيرو، يعمل لي مسافة من تحت، طلع لي فوق الدنيا فوق شوية. زيرو، اخلي المسافة من فوق شوية تحت بالشكل ده. اوكي طيب جميل. تعالى بقى وريني ايه القلم ده، خدناه لون الاستروك. هو في استروكات؟ استروك اللي هو ايه؟ عمل لك بوردر، عمل لك بوردر حوالين او برواز حوالين الكلام بتاعك. تعالى نعمل تيست، ده باين اهو. يعني ممكن تعمل التكست بتاعك وتحط فيه، ولا تنسق بقى، تعمل بقى الريكتانجل وتقعد تعمل دي لا ودي لا، انت اكتب بس وابقى نسق في الاخر. موضوع كتابة محلول بالكامل. تعالى نعمل مثلا ابيض. اوكي، انا عايز اصغر الكتابة دي شوية، نخليها 12. تمام، اقفل اقفل. تو كولوم، اخليها مثلا 3. اتفضلي، 1 كولوم. خلاص عرفت بقى الاستراكشر بتاعها، يبقى 1 كولوم. اخلي اللون التكست بتاعي ايه، بص، او الباك جراوند ايه، اهو ده عامل لي باك جراوند للتكست بتاعي كله. يعني ممكن اعمل حاجة زي كده، ممكن اعمل حاجة زي كده. اوكي، البوردر ده ممكن اعمله اسود مش باين، افتح شوية حاجة زي كده اهي، كده يبقى شكله احسن. تمام، ممكن اختار من هنا كمان الباك جراوند، لو انا مش جاي مش واصل لاي طبقة، باجي للطبقة اللي انا عايزها، مفيش اي مشكلة معايا. تيست الموفي، عمل لي اللي انا عايزه، اللي انا عايزه بعمله في الداخل التكست داخل الفلاش سي اس 5 او سي اس 5.5. اوكي خلاص، شيل دي وشيل دي، هات اللي بعدها ايه، كلر افكت. خلاص احنا كده خلصنا الموضوع بتاع التي ال اف او التكست لي اوت فريم ورك. مفيش الا هنا اوتو اوفست اللي هو ايه، بديك بالبقى البي تي دي اللي هي البيكسل، ولا الاوتو بيخليه يختار هو دايما. دايما انت شغال بويب سايتات، فانت دايما بالبيكسل عشان يظبط لك الموضوع ده. ما عجبكش الموضوع بتروح عامل ايه، محاذاة، شايف محاذاة، لو انت عايز تخفيه خالص مفيش مشكلة. ده كان بالنسبة للاوبشن بتاعت التكست لاي اوت فريم ورك. هنخش المرة الجاية او المحاضرة الجاية على خاصية جديدة خالص في التكست، تديني افكتيف جامد قوي. سلام عليكم.